قدمه نصرة للمظلومين والمضطهدين في جزائرنا الحبيبة. قلت أردنا أن نقوم بهذه حملة التشجير تخليدا لذكراه، ومن أجل ذلك استدعينا عائلته الكريمة وكذلك الأساتذة المحامين الأحرار وجميع المناضلين الذين يناضلون من أجل أن يحرروا هذا الوطن، ومن أجل أن يقضوا على الفساد المستشري في هذا الوطن، ومن أجل أن ترسو سفينة وطننا الحبيب في المرفأ الحقيقي الذي يجب أن ترسو عليه. أقول شهيد. بسم الله. شيخ علي اطرد دمي ولو كما نقولوا تحفيز فقط من اجل تحفيزهم الى الامام دائما. نبداو من الاول. الشيخ دودو يكرم الاستاذ بخاري الزين، فليتفضل مشكوره.